اكثر مع ارتفاع درجات الحراره. ده اللي محتاجين نعرفه من حضرتك بعد اذنك دكتور حسام. وهل الصيف ده ظهرت امراض جديده بحكم ارتفاع درجه الحراره الاشد ولا ايه؟ اتفضل يا فندم. يعني هو مما لا شك فيه ان هناك امراض مرتبطه بالصيف بسبب ارتفاع درجه الحراره، زي الامراض التي تنتشر بسبب التعرض المباشر للشمس، الجهاد الحراري، ضربات الشمس، دي مرتبطه بشكل مباشر بالصيف. في امراض ثانيه بتنتقل عن طريق الطعام، لانه في فصل الصيف يبقى احتماليه فساد الطعام اكبر، وبالتالي النزلات المعويه ممكن تبقى اكثر. التايفويد مثلا من الامراض المنتشره اكثر في الصيف. الرش الجلدي والطفح الجلدي مع زياده التعرف وارتفاع درجه الحراره، دي من امراض الصيف. الحقيقه احنا النهارده في وزاره الصحه من خلال قطاع الطب الوقائي بنعمل الخطه السنويه، اللي يمكن السنه دي فيها تكثيف اكثر بسبب ارتفاع درجات الحراره. والاجابه على سؤال حضرتك، لا، ما فيش عندنا امراض مختلفه السنه عن السنه اللي فاتت ولا السنه اللي قبليها. ممكن يبقى في عندنا معدلات اصابه اكثر في الاجهاد الحراري اكثر من السنه اللي فاتت، وعشان كده نصيحتنا الدائمه للمواطنين انه عدم التعرض المباشر للشمس، استخدام الالبسه القطنيه الخفيفه، عدم التواجد في اماكن سيئه التهويه، بالاضافه لشرب الكثير من السوائل والميه على وجه الخصوص. طيب الاخبار بتقول انه في تنشيط لترصد حمى الدنك والتيفود، دول كانوا موجودين برضو يا دكتور حسام؟ دي موجودين. يعني هو مش بس الحقيقه بنتكلم على الملاريا، بنتكلم على حمى الدنك، بنتكلم على التيفود، بنتكلم على مسببات النزلات المعويه. في تنشيط للتعامل مع ناقلات الامراض، سواء كانت تنتقل عن طريق الذباب، عن طريق البعوض، او عن طريق حتى القوارض والحشرات، عشان الصيف ده فتره بتنشف فيها ناقلات الامراض من الذباب والبعوض. حشرات صحيح. والقوارض. فهناك تكثيف بشكل اكثر، ويمكن ده ايضا جزء من الحمله الرئاسيه 100 يوم صحه، اللي فيها تكثيف لكل الخدمات التي تقدمها وزاره الصحه ل 105 مليون مواطن مصري، وما يقرب من 9 مليون من ضيوف مصر قاعدين على الاراضي المصريه. الضيوف اللي موجودين في مصر يعني غير المصريين بيدخلوا ايضا في 100 يوم صحه. بالضبط، الحمله 100 يوم صحه هي مستهدف بها كل مواطن مصري وكل مقيم على الاراضي المصريه. ايوه طيب، هل في ايضا تدريب للكاميرا؟